أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لنا ولجميع السامعين والحاضرين والمؤمنين جزاهم الله خيرا. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا في الكتاب السابع عشر من صحيح الإمام البخاري، أبواب سجود القرآن الكريم، ووصلنا إلى الباب السادس، والذي كان بعنوان باب من قرأ السجدة ولم يسجد. ومر فيها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم، أي السورة التي فيها والنجم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد فيها. وبالتالي استدل به بعضهم على أنها لا تكون واجبة، فلو كانت واجبة لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركها أبدا. وكنا وقفنا مع قضية قلنا سنتكلم فيها في هذا الحديث، وهو أن البخاري أورد الحديث أكثر من مرة، لكن المرة الأولى فيه من حديث يزيد ابن عبد الله ابن خصيفة عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت. ومن ثم أعاد الإمام البخاري تخريج الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن ابن قصيط أيضا. ولا نريد أن نعيد ما سبق أنه لماذا كرر الإمام البخاري الحديث، لكن أنه من الأسباب أن ها هنا تشابها في الأسماء، الأول التلميذ يزيد ابن عبد الله، وشيخه أيضا اسمه يزيد ابن عبد الله، لكن الأول يزيد ابن عبد الله ابن خصيفة، والثاني يزيد ابن عبد الله ابن قصيط. فربما يتوهم متوهم أن هنالك خطأ ما، وهذا ما يسميه العلماء المتفق والمفترق، اتفق في الاسم واسم أبيه وافترق في الشخص. لكن قلنا نريد أن نقف وقفة مع يزيد ابن عبد الله ابن خصيفة بمناسبة ورود ذكر اسمه، أن يزيد بن عبد الله بن خصيفة هو أحد الذين رووا لنا أنهم، أي أن الصحابة على عهد عمر كانوا يقومون بعشرين ركعة. ومن خلال هذا الحديث، حديث يزيد بن خصيفة، أحيانا ينسب لجده يقال يزيد بن خصيفة، وأحيانا ينسب إلى أبيه يزيد بن عبد الله بن خصيفة، أنها يعني عمدتهم أو أحد أدلة الفقهاء في ذلك هي رواية يزيد هذا. لكن هنالك من الناس خاصة بعض المتأخرين ادعى أنه من زاد على 11 ركعة في قيام الليل، أن أيا كان هذا القيام في رمضان أو في غير رمضان، فهو مبتدع. يعني لا يجوز، يعني مو أنه خالف الأولى مثلا، مبتدع أو لا يجوز. استدلوا في ذلك برواية من طريق محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد. هو هنا رواية يزيد بن عبد الله بن خصيفة أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة، أيضا يرويها عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد عم أبيه، يعني السائب أخو خصيفة، فهو يروي عن عم أبيه كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة. الآن السائب بن يزيد جاء راو آخر، وهو محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد، وهو ثقة وثبت، يروي أيضا عن السائب بن يزيد كلاما آخر في الظاهر، وهو أن عمر رضي الله عنه أمر أبيا وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وكانوا يتوكؤون على العصي
من طول القيام ينصرفون في فروع الفجر، يعني يكاد الفجر قد يخرج. فقال بعضهم أنه ما دام الشيخ لكلا الراويين هو السائب ابن يزيد، فأحدهم اسمه يزيد ابن خصيفة والثاني محمد ابن يوسف، محمد بن يوسف أوثق من يزيد ابن خصيفة، لأن الإمام أحمد كما ذكروا قال في حق يزيد بن خصيفة منكر الحديث. فإذا نرد رواية ابن خصيفة التي فيها ذكر العشرين، ونأخذ رواية محمد ابن يوسف التي فيها ذكر 11 ركعة. وأيدوا مقولتهم هذه بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكنها السيدة عائشة تكمل وتبين صفة هذه الصلاة فتقول: كان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. إذن هذا المذهب الأول احتج برواية محمد بن يوسف ورد به رواية ابن خصيفة، على اعتبار أن كلا الراويين ابن خصيفة وابن يوسف محمد بن يوسف يرويان عن راو واحد هو السائب ابن يزيد، وأنه في نظرهم محمد بن يوسف أوثق، وأنه تأيدت رواية محمد بن يوسف بكلام السيدة عائشة رضي الله عنها. مذهب جماهير علماء الأمة الإسلامية قاطبة عبر التاريخ أنه يجوز الزيادة على 8، وأن صلاة قيام الليل لا حد لأكثرها ولا لأقلها، مع اختلاف يسير بينهم في التفصيل، أنه مثلا هل الأولى أن يقتصر على 11 ركعة مع طول القيام، لأنه فيها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فمن لا يستطيع لم يستطع أو لا يستطيع أن يطيل القيام كيف يعوض طول القيام بكثرة السجود، فيصلي 20 بما ثبت عن عمر رضي الله عنه. طبعا لا يسلم لمن قال إن حديث ابن خصيفة مردود، لأن الإمام أحمد بن حنبل قال فيه منكر الحديث، ولأنه خالف محمد بن يوسف لأسباب عديدة نقدية وحديثية وشرعية أيضا. ذلك أن رواية يزيد بن عبد الله بن خصيفة كانوا يقومون على عهد عمر 20 ركعة لها متابعات عدة وشواهد عدة عن عدد من التابعين والصحابة، وأورد معظمها في كتاب محمد بن نصر في كتاب قيام الليل، ولا نريد أن نطيل الحديث فيها لأن ذلك يطول. لكن نقف مع يزيد بن خصيفة بالذات، لا يجوز أن يتعلق الإنسان بقول عالم في نقد راو ثم يترك أقوال العلماء الآخرين فيه. فهذا يزيد بن خصيفة أولا خرج له الشيخان في صحيحيهما، ثانيا حتى الإمام أحمد بن حنبل في رواية أخرى عنه قال عنه ثقة، ونجد أيضا أن من العلماء من وثقه أيضا مثل أبو حاتم وابن حبان والنسائي وابن عبد البر وابن سعد، وابن سعد يقول فيه ثبت كثير الحديث، مع أن ابن حجر حاول أن يعني يرى لما قال أو نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل قوله في هذا الراوي منكر الحديث، قالوا أحقال أحيانا يستخدمون لفظة منكر الحديث للدلالة على قلة حديثه، طبعا نوع من التأويل للتوفيق بين أقوال من ضعف وأقوال من وثق. هو فقط هذه اللفظة وردت على الإمام أحمد في قوله منكر الحديث. أيضا ممن وثقه ابن معين وقال ثقة حجة. أفيعقل أن نترك أقوال كل هؤلاء الموثقين بما فيهم الإمام أحمد لقول قاله أو نسب إليه أنه قال فيه منكر الحديث؟ ربما كان الإمام أحمد يتكلم عن خصوصية حديث بعينه فيحصل أحيانا مثل ذلك. على أي حال، نحن أحيانا
إذا أردت أن تستدل فقط بالروايات الحديثية قد تجد فيها نوع من الترجيح أو التعارض بين أهل العلم فيها، لكن أيضا لا بد في مثل هذه القضية أن نرجع إلى القرآن الكريم. عندما مر معنا قوله تعالى في سورة المزمل: قم الليل، ليس المطلوب في قيام الليل كم تقوم، ولا صفة هذا القيام طول وقصر، وإن كانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الطول، ولا يعني يستطيع أحد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قم الليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ثم في الآيات الأخرى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. إذن مدة من الزمن أحيانا تصل إلى نصف الليل. واحد أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام نصف الليل وما بيستطيع يطيل القيام كما كان يطيله عليه الصلاة والسلام، تحرمه فتقول له: لا تجوز، لا يجوز أن تصلي أحد من عشرة أكثر من إحدى عشرة ركعة. طيب واحد صلى وراء إمام تراويح وخلصت تراويح الساعة 9 بعد صلاة العشاء والتزمنا بإحدى عشر ركعة، وبعدين شو نساوي باقي الليل؟ نسهر؟ ننام؟ قال: اذكر الله. يا أخي منذكر الله والصلاة وين راحت في الثلث الأخير من الليل؟ وعندما نأتي إلى قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة لك، مزيد من العطاء من الله سبحانه وتعالى، لا تحد بحد، لا قليل ولا كثير، المهم أن تقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لما نأتي إلى مثل حديث: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن ما دامت هذه من النوافل فلا يجوز أن نحددها بحد. وأيضا مثلا قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، مفتوح. فمثل هذه القضايا مع قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: الصلاة خير موضوع أو خير موضوع، يعني هذا باب من الخير فتح لك، تصلي ما تيسر لك. وبعضهم يطيل وبعضهم لا يستطيع أن يطيل إلى غير ذلك. وإذا جئنا إلى عمل الأئمة عبر التاريخ فكذلك لا يلتزمون فقط بإحدى عشرة ركعة حتى في الحرمين، على أنه يمكن التوفيق بين الروايتين، بين رواية محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه أمر عمر أمر أبين وتميم الداري أن يقوم للناس، فكانوا يصلون إحدى عشرة ركعة يتوكؤون على العصي من طول القيام ينصرفون مع فروع الفجر. أي رواية. والرواية الثانية عندما يقول يزيد بن خصيفة أيضا عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة. التوفيق واضح أو ممكن، خاصة أنه في رواية عن يزيد بن خصيفة أن عمر أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس عشرين ركعة. التوفيق في ذلك أنه في عندنا صلاتين: صلاة التراويح اللي نسميها نحن فيما بعد صلاة التراويح التي تكون بعد صلاة العشاء، وصلاة التهجد التي تكون بعد ثلث الليل الأخير أو بعد منتصف الليل أو بعد نوم ما. فصلاة التراويح كان يصلي إمامهم فيها أبي وكانوا يصلون عشرين ركعة، ثم إذا انصرفوا عادوا إلى صلاة التهجد فيصلي فيهم إمامان أبي وتميم، وكانوا يصلون عندئذ إحدى عشرة ركعة ويطيل القراءة والقيام فيها، فكانوا لطول القيام فيها يتوكؤون على العصي من طول القيام وينصرفون مع فروع الفجر. هي الشاهد في المسألة، لما قال ينصرفون مع فروع الفجر دل أنه هي غير الصلاة اللي كانت تصلى بعد صلاة العشاء اللي نسميها التراويح. فرواية إذن تتحدث عن صلاة التراويح العشرين، ورواية تتحدث عن صلاة التهجد. ومهما يكون بعض الناس قد لا يقبل بهذا التوفيق، نحن دائما إذا في تعارض بين الروايات إما أن نوفق بين الروايات، والعلماء بيقولوا ما أمكن التوفيق فهو أولى إعمالا للنصوص كلها،
وإما بدك تضطر للترجيح، والترجيح بده قرائن. الآن يزيد بن خصيفة روايته معها قرائن، وهو عمل الأئمة عبر التاريخ وعموم النصوص القرآنية والحديثية التي تدل على أنه لا تحدد صلاة القيام بعدد من الركعات، وأن الأصح فيها باب من الخير مفتوح، تبدأ من ركعتين إلى ما شاء الله تعالى. لكن إذا كنت ممن يستطيع طول القيام فأن تقتصر على ثمان ثم الوتر اقتداء بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خير وشيء طيب ولا أحد يعترض عليه. لكن كما قلنا صلى ما تيسر له من الليل ثم نام ثم استيقظ، لا يجوز له أن يصلي؟ ما أحد من العلماء قال مثل هذا القول إطلاقا. على أن هذا له علاقة أيضا أن نفهم حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، في وصفها هي لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفها لصلاته لا يعني أنه لا يجوز الزيادة، وما أحد من الصحابة أو التابعين قال إنه لا يجوز الزيادة على هذا القدر. وهذا كله في الحقيقة متعلق أيضا بمفهوم البدعة، يعني بعضهم بيأخذ مفهوم البدعة بلفظ ظاهري، كل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين برد بعضهم بيوسع الأمر شوي، كل ما لم يفعله النبي أو الصحابة رضي الله عنه وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. لا، هو العلماء قالوا كل ما ليس له أصل مشروع يندرج تحته، كل جديد أو مستحدث في العقائد والعبادات مما لا يندرج تحت أصل شرعي يدل عليه، فإذا اندرج تحت أصل شرعي يدل عليه خرج من كونه بدعة، وإنما ينظر فيه، ولكن الذي ينظرهم أهل الاجتهاد، فإما أن يرونه صوابا أو غير صواب، ومع ذلك تنتقل القضية من قضية التبديع إلى قضية الاجتهاد. وفرق شاسع بين قضية التبديع وقضية الاجتهاد، التبديع وكل ضلالة وكل بدعة ضلالة، لكن قضية الاجتهاد المصيب له أجران وغير المصيب أيضا له أجر كما ورد في الروايات. إذن أحببنا أن نقف مع رواية خصيفة يزيد ابن عبد الله بن خصيفة الذي اتهم بأنه منكر الحديث، ورد حديثه الذي فيه أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بـ20، وأن الحقيقة الروايات عن كثير من الصحابة والتابعين تؤيد ما جاء به يزيد بن خصيفة، وأنه يمكن الجمع بينه وبين رواية محمد بن يوسف، وأنها تتفق مع عمومات النصوص القرآنية والحديثية التي تبين جواز الزيادة على 11 ركعة. هو صحيح لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لكن كما قلت هم ينظرون إلى القضية بالمنظار مفهوم البدع، إنه ما دام شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قل لك لا يجوز، مع أنه ورد في روايات أخرى من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنها بلغت 13 ركعة أيضا. ما بدنا ندخل بكثير من التفاصيل فيها، لكن حتى نبرئ ساحة يزيد ابن عبد الله ابن خصيفة، وأن ما ذهب إليها أئمة علماء الإسلام عبر التاريخ بجواز الزيادة على 11 ركعة جائز. طبعا نحن اليوم يا الله يصلوا 8 ركعات وبعدين طول الإمام، إنما هذا فقط لبيان الجواز، يعني ما عم نقول والله يا ناس تعالوا صلوا 20، يا ريت تعود هذه الروح في شهر رمضان والاجتهاد في العبادة، ونسأل الله اللطف والقبول من الجميع. قال الإمام البخاري الباب 7: باب سجدة إذا السماء انشقت. نحن مر معنا من قبل أن بعض الفقهاء ومنهم ما نسب إلى المالكية أنهم لا يرون ثبوت السجدة في سورة الانشقاق ولا في المفصل بشكل عام، فالإمام البخاري يريد أن يثبت أن هذه السجدة ثابتة. قال الإمام البخاري في الحديث 74 بعد 1000، قال: حدثنا مسلم، هو هنا ابن إبراهيم وهو بصري توفي 222. قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة، وهذا ما يسمونه العطف بين الشيوخ، وأيضا بصري.
قال أخبرنا هشام، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي وأيضا بصري. قال عن يحيى، ويحيى هنا ابن أبي كثير الطائي اليمامي، عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن، قال رأيت أبا هريرة قرأ إذا الشمس انشقت، قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها. فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ هذا بسموه سؤال استنكاري أو استفهامي يعني. طبعا في بعض الروايات أو النسخ حذف الهمز فيها صارت لم أرك تسجد، انقلب الموضوع، لكن هي الأصح ألم أرك تسجد، يعني كأنه أقول له كيف تسجد. المعهود عندنا أو الذي نعرفه نحن طلاب العلم الناشئين أنه ما في سجود. ألم أرك تسجد؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. فحسم النزاع أبو هريرة رضي الله عنه أو الخلاف خلينا نقول بأنه أخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج الحديث أيضا الإمام مسلم. هذا الحديث سيورده الإمام البخاري ثانية بعد أبواب من رواية أيضا أبي رافع عن أبي هريرة، نفس الفكرة أنه أبو رافع يقول لأبي هريرة ألم أرك تسجد، فيقول أبو هريرة الجواب ذاته لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد. فصار عندنا راويين رووا نفس القصة عن أبي هريرة، أبو سلمة وأبو رافع. لكن في فرق يسير بين الروايتين، أن رواية أبي سلمة لا تنص أن ذلك كان في صلاة أو خارج الصلاة، ورواية أبي رافع تنص أن ذلك كان في صلاة العتمة يعني صلاة العشاء كما سنرى. الباب الثامن، طبعا لذلك لأن بعض الروايات ذكرت أنه كان في صلاة العتمة وبعضها لم تذكر أنه كان في صلاة العتمة، قالوا ليس الخلاف في أن سورة الانشقاق فيها سجدة، لكن الخلاف إذا كان في الصلاة هل يسجد فيها أو لا. الحنفية عندهم مذهب كما ذكرنا من قبل أنه يجوز أن لا يسجد إذا كانت السجدة في الصلاة في أواخر القراءة فينويها مع الركوع، أنه يجوز ذلك. ولكن كأن الإمام البخاري أيضا يريد أن يرد على الحنفية في هذا الأمر أنه بل يسجد، والخلاف يسير. قال الباب الثامن باب من سجد لسجود القارئ. المقصود هنا أنه في خلاف بين الفقهاء، هل يشترط إذا أردت أنت السجود وأنت لست القارئ أنت مستمع، فالقارئ الذي قرأ سجد فأنت تسجد، القارئ الذي قرأ لم يسجد فأنت لا تسجد؟ هذا رأي نسب إلى بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة، ويشير إليه الإمام البخاري فيما سيأتي في هذا الباب. قال باب من سجد لسجود القارئ، يعني إذا القارئ نفسه ما سجد أنت لا تسجد، فإذا سجد القارئ فأنت تسجد. يقول الإمام البخاري وقال ابن مسعود، يعني بده يحتج لهذا المذهب وإنه لا يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ. وقال ابن مسعود لتميم ابن حذلم، تميم ابن حذلم الضبي الكوفي وكان من تلامذة ابن مسعود، وهو غلام اللي هو تميم غلام، فقرأ عليه سجدة، قرأ تميم سجدة على ابن مسعود، فقال ابن مسعود يقول لتميم اسجد فإنك أو فأنت إمامنا، فإنك إمامنا فيها، فأنه يعني كأنهم في صلاة واحدة، وأنه كما أنه في الإمام في الصلاة ما بيسجد حتى يسجد الإمام، كذلك كأنه وهو خارج الصلاة أيضا ما دام القارئ ما سجد ما بيسجد، ما دام القارئ سجد فنسجد. أيضا احتج الإمام البخاري لهذه الترجمة باب من سجد لسجود القارئ بما قاله ابن مسعود. الحديث 75 بعد الألف، قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، يحيى هنا ابن سعيد القطان، عن عبيد الله اللي هو ابن عمر ابن حفص المدني
من أحفاد عمر بن الخطاب قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. الشاهد فيسجد ونسجد، أنه لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدنا، ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما سجدنا. هذا الحديث أيضا سيكرره الإمام البخاري كمان مرتين. هنا أورده لبيان أن سجود السامع المستمع تبع لسجود القارئ، سيكرره فيما بعد في بيان السجود حال الازدحام في الصلاة، ثم يكرره لبيان كيفية السجود في الازدحام، إذن أيضا سيكرره مرتين بعد ذلك. الرواية ذاتها ما فيها إشارة أن ذلك كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وتحتمل الوجهين معا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجد، هل يقصد في الصلاة خارج الصلاة؟ ما ذكر. فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. الجزء الذي استشهد به البخاري هنا من هذا الحديث هو لفظة فيسجد ونسجد، لأنه سيكرره بعد ذلك في موضوع الازدحام أيضا. واستدلوا بأثر ابن مسعود كما قلنا، اللي هو ذهب إليه بعض المحدثين والحنابلة، أنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، بأثر ابن مسعود السابق وبها حديث ابن عمر. طبعا حديث ابن عمر ليس فيه صراحة بأنه لا يسجد إلا أن يسجد، لكن فيها وصف لحال فيسجد ونسجد، شيء طبيعي، خاصة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما سجد أكيد ما أحد راح يتصرف ويسجد من تلقاء نفسه. لكن كأن بعض الصحابة فهم من ذلك أن الأمر في السجود معلق بسجود الإمام أو القارئ، بسجود الإمام في الصلاة هذا مفروغ منه، لكن بسجود القارئ خارج الصلاة. استدلوا أيضا برواية ثانية عند ابن أبي شيبة، لكن في الحقيقة ضعيفة، من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فانتظر أن يسجد النبي فلم يسجد، فقال: يا رسول الله، أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: بلى، ولكنك إمامنا، ولكنك كنت إمامنا ولم تسجد. طبعا يعني هي أولا مرسل الرواية، وجاءت من طريق آخر بلاغا، يعني فيها انقطاع، وابن عجلان أيضا متكلم فيه. وشيء طبيعي إذا كان الغلام قرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبادر إلى سجود حتى يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي هذه الرواية لا يحتج بها إطلاقا. فمن هنا الخلاف، هل هذا الحديث في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ طبعا إذا كان في الصلاة فيسجد ونسجد، شيء طبيعي أننا لا نسجد إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت خارج الصلاة فهي وصف لأحوالهم، لكن استشهد بها البعض أن سجود المستمع معلق بسجود القارئ نفسه. وسيكرر الحديث كما نرى. والآن يأتي الحديث الرواية الثانية التي يربطها بالإمام. لاحظ ماذا قال الإمام البخاري في الباب التاسع: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. يعني لو قال باب ازدحام الناس عند السجدة برضو بتحتمل خارج الصلاة وداخل الصلاة، لكن هنا قيد بالعنوان الإمام البخاري باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام، وكأنه يقول إن هذا الحديث وكان يسجد ونسجد أنه يرى أن ذلك كان في صلاة. يقول الإمام البخاري في الحديث 76 بعد 1000: حدثنا بشر بن آدم. توقف العلماء عند بشر بن آدم هنا لوجود راويين أيضا يحملان الهوية الشخصية ذاتها بشر بن آدم، وهذا بشر بن آدم الضرير البغدادي كما رجحه ابن حجر والذهبي وغيره، وهنالك بشر ابن آدم ابن يزيد ابن بنت أزهر البصري، كلاهما بصري وكلاهما اسمه بشر بن آدم،
وكلاهما يمكن أن يكون شيخا للإمام البخاري، لذلك ابن عدي له كتاب أسماء شيوخ البخاري رجح أنه الثاني، بشر ابن آدم ابن بنت أزهر. وسبحان الله كلاهما بشر ابن آدم متكلم في ضبطه، يعني ليس من الثقات، صدوق صدوق. لكن الإمام البخاري رضي أن يخرج هذا الحديث من طريقه لأنه جاء من طرق أخرى عديدة، فليس العمد عليهما في هذا الحديث. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله. عبيد الله هو نفس الراوي السابق، إذن هنا تعدد الطرق عن عبيد الله بن عمر بن حفص المدني. قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فيزدحم، أي يزدحم المكان بنا، حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. الفرق في الألفاظ يسيرة، بعض الزيادات في الألفاظ مثل قوله ونحن عنده مثلا. لكن كما قلنا الفرق أن هناك الإمام البخاري أورد الحديث لبيان فيسجد ونسجد، تبعية القارئ المستمع للقارئ، هنا أورد الحديث لبيان تبعية الناس للإمام، إذا ازدحم الناس وقرأ الإمام فيسجد ويسجدون. بيبقى إذن السؤال كيف يكون السجود إذا كانوا في صلاة وازدحموا؟ هذا اللي أورده الإمام البخاري في الباب الأخير أو فيما بعد في الحديث 79 بعد 1000، يعني بعد 3 أحاديث تقريبا، لكن لا بأس من الإشارة إلى ذلك. تعددت أيضا آراء العلماء في ذلك، لأنه هنا عم يقول فما يجد أو ما يجد أحدنا لجبهته موضعا. طب أحيانا بيجي بعض الكلام من باب المجاز الذي يبين شدة الازدحام، وليس معناها أنه ما سجدوا، بل سجدوا وتحقق السجود، ونحن نعلم أن السجود يكون بأن تكون الجبهة إلى الأرض، لكن مع ذلك استنبط العلماء من ظاهر الحديث أنه إذا فعلا ازدحم الناس جدا في المسجد بحيث لا يستطيع بعضهم أن يجد موضعا لجبهته ماذا يفعل؟ ففي رأيين، الرأي الأول يسجد على ظهر أخيه. طبعا كلمة على ظهر أخيه، الأول ما بتزبط على ظهر أخي، يعني الأول ساجد على الأرض، اللي وراه ما بيقدر يسجد على ظهره لأنه راح ما يصل إلى الظهر، لكن الثالث والرابع ممكن على اعتبار أنه سيكون مرتفعا قليلا. إن المهم يسجد على ظهر أخيه أو نحو ذلك، ونسب هذا إلى أحمد وإسحاق وبعض الكوفيين. لكن من العلماء من قال يتأخر قليلا حتى يرفع الصف الأول فيسجد هو ليكون سجوده صحيحا، وأيضا ما في أي دليل صريح يرجح أحد الوجهين، والله أعلم. الباب العاشر، قال الإمام البخاري باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. بيرجع الإمام البخاري أحيانا بحاول يناقش الحنفية في بعض ما يذهبون، والحنفية هم الوحيدين من بين الفقهاء الذين قالوا سجود التلاوة واجب على السامع والقارئ والقاصد وغير القاصد. وطبعا لما يكون ابن حجر محامي الإمام البخاري فطبعا بده يؤيد آراء الإمام البخاري في الأعم الأغلب. طبعا الأئمة دائما يبحثون كلهم عن الدليل وعن الصواب وعما يرضي الله سبحانه وتعالى. أورد الإمام البخاري بين يدي كلامه هذا ما يدل على أنه ليس بواجب، وأيضا ما يشير إلى الباب السابق وأنه يتعلق في قضية سجود الإمام من جهة، وإلى أمر آخر أنه هل يسجد إذا كان المستمع قاصد أو ليس بقاصد. فصار في عندنا حالة إذا كان الإمام سجد بنسجد، وإذا الإمام ما سجد ما بنسجد. هذا رأي موجود عند الإمام البخاري وعند بعض وعند الحنابلة. القضية الثانية، إذا كان المستمع قاصدا الاستماع يسجد
بالاتفاق يسجد، لكن على أنه سنة عند الجمهور واجب عند الحنفية. الحالة الثالثة، إذا المستمع ليس قاصدا الاستماع، مارر طريق سمع سورة يقرأ فيها السجدة، ما قاصد السماع، سامع وليس مستمع، عند الحنفية وعند رأي عند الشافعية يسجد أيضا، لكن عند الحنفية على الوجوب، عند البخاري وبعض المحدثين وعند الإمام أحمد ومالك لا يسجد ما دام هو لم يقصد الاستماع. بيحاول الإمام البخاري يجيب بعض النصوص عن الصحابة والتابعين في ذلك ليؤيد مذهبه. قال الإمام البخاري: وقيل لعمران ابن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، هو بالأصل ما قاصد الاستماع واستماع القراءة. قال يرد العمران بن حصين، قال: أرأيت لو قعد لها، يعني كأنه بده يقول له حتى لو قعد لها هل هي واجبة؟ ليست واجبة. إذن ما دام هو أصلا ما قاصد ليس عليه سجود. هذا وجهة نظر عمران بن حصين. قيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ قال الإمام البخاري معلقا: كأنه لا يوجبه عليه. فهو مثل ما تقول استدل لناحيتين، ناحية أنه من لم يكن مستمعا ليس عليه سجود، ومن ناحية أنه هذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب. أيضا نقل قال: وقال سلمان: ما لهذا غدونا، يعني كأن السياق سئل سلمان الفارسي رضي الله عنه عن حال أناس مروا بإنسان يحدث فقرأ آية فيها سجدة وما سجدوا، فكأن بعضهم يقول له: لماذا لم تسجد؟ قال: ما لهذا غدونا، ما جئنا ولا مررنا قاصدين أن نسمع آية السجدة. فاستدل بها البخاري لوجهين: الوجه الأول أنه إذا لم يكن قاصدا لا يسجد، والأمر الثاني أنها ليست بواجب. كما ترون هي أقوال صحابة في النهاية رضي الله عنهم. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها، أي قصد الاستماع إلى السجدة، فأيضا أورده الإمام البخاري ليدل على ذلك. وقال: قال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وفي أكثر من حكم ضمنه الإمام البخاري. الحكم الأول موضوع اشتراط الطهارة، ونحن سبق معنا في المرة الماضية الحديث الوارد عن ابن عمر وكان يسجد على غير وضوء، واستدلالهم بسجود المشركين وأنه لا يشترط الطهارة، وأن هذا إنما روي عن البخاري والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي، بينما الأئمة المذاهب الأربعة على أنه يشترط الطهارة فيها. الغريب أن الإمام البخاري هنا بيجيب قول الزهري الذي يؤكد مقولة الأئمة المذاهب الأربعة، وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. وأن كلمة طاهرا هنا أعم من الوضوء، يعني ممكن واحد يقول لك يعني طاهر من الجنابة مثلا، فبعضهم يؤولها بهذا، ولكن يبين شرطا آخر وهو استقبال القبلة، وهذا أيضا مما اختلف فيه بعض الفقهاء غير الأئمة الأربعة، قالوا لا يشترط فيها استقبال القبلة. ألا لما الزهري يستثني الراكب، يعني مثل صلاة المسافر، صلاة المسافر في النافلة يجوز أن يصلي حيث توجهت به دابته. قال الإمام البخاري: وكان السائب بن يزيد، هو من صغار الصحابة الذي سبق ذكره أنه روى قصة عمر في صلاة التراويح، وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. القاص يعني كان عندهم أحيانا بعض الرجال يجلس ليحدث الناس بالمواعظ والأخبار، يعني نوع من المرققات والمواعظ، فيمر به الآية مثلا، فهو ما دام لا يقصد الجلوس والاستماع ما كان أيضا يسجد. هذه مجمل الأقوال التي أوردها الإمام البخاري تدل على أمرين اثنين: الأمر الأول أنه إذا لم يكن قاصدا السماع لا عليه سجود، ليس عليه سجود، والأمر الثاني أنه بكل الأحوال ليست واجبة. الحنفية بكل الأحوال قالوا هي واجبة
وسواء كان مستمعا أو كان سامعا وافقهم أكثر الشافعية في أنه سواء كان قاصدا أو غير قاصد يكون عليه سجود، لكن ما قالوا بالوجوب، قالوا بالسنية. طبعا نحن سبق استعرضنا بعض أدلة الحنفية في قولهم أن السجود القرآن أو التلاوة واجب، لأنهم أخذوا بعموم قوله تعالى واسجد واقترب، وبعموم قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، وما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه الآية فسجد، إذن لا بد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وأنه أيضا حديث ابن عمر الذي سبق وسيكرره البخاري كان يقرأ السجدة ومو مذكور لا بالصلاة ولا خارج الصلاة، يقرأ السجدة فيسجد ونسجد، فيسجد ونسجد، معناته ما ترك، ظاهر الحديث هكذا، فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. لكن أيضا نحن ذكرنا أدلة القائلين بأنها ليست بواجبة، ومنها حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها، قلنا لعله كان له عذر خاص فيها عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن على طهارة مثلا. استدل الجمهور على عدم الوجوب وأيضا على عدم وأنها لا تكون في حق غير المستمع، كل اللي مضى آثار، نحن الآثار لا شك يستأنس بها، آثار يعني عن الصحابة أو عن التابعين لا شك يستأنس بها ويستضاء بها، لكن إذا تعارضت الأدلة فلا شك أيضا يلتفت الفقهاء إلى ما كان مرفوعا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرفوع الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الأمران، فيه كان يسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع، وفي الظاهر أنه ذلك كلما مرت به سجدة من السجدات على الأقل المتفق عليها أنه كان يسجد عليه الصلاة والسلام. بالمقابل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم ولم يسجد فيها. الأدلة التي تدل على أنه لا يسجد إلا يعني إذا كان قاصدا من جهة وأنها ليست بواجب، والباب ساقه الإمام البخاري لبيان أن من لم يرى وجوب السجود، كل الأدلة اللي استعرضها هي آثار عن الصحابة، ولم يورد هنا حديث زيد اللي فيه ولم يسجد بالنجم لأنه سبق أورده من قبل. بقي حديث واحد، الآثار السابقة أوردها معلقة يعني بدون سند، حديث واحد وهو أثر ومن فعل عمر رضي الله عنه، وأعقبه برواية عن ابن عمر أيضا، وكلها آثار، إذن ما في شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الوحيد الذي أورده مسندا، الحديث 77 بعد 1000، يقول الإمام البخاري حدثنا إبراهيم ابن موسى وهو ابن يزيد التميمي قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصاغاني القاضي قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم، هل بده يجيب لنا سند كله من بني تيم رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن ابن جريج أخبرهم، أخبر هشام بن يوسف ومن معه، قال يقول ابن جريج أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة، أبو بكر ابن أبي مليكة اسم والده عبيد الله، وأبو مليكة اختلف في اسمه فقيل اسمه زهير ابن عبد الله ابن جدعان، وبتسمع عبد الله بن جدعان التيمي الذي عقد في داره حلف قال فيه عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى مثله في الجاهلية لأجبت، إذن هذا من أحفاده أبو بكر، حلف الفضول، أبو بكر ابن أبي مليكة. الواقع ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، بعض العلماء لم يوثق أبو بكر ابن عبيد الله، وبعضهم أثنى عليه خيرا، ولذلك حتى ابن حجر بيقول مقبول، ومقبول عند ابن حجر يعني للمستور الذي يقبل عند المتابعة، الذهبي بيقول ثقة، فإذا يعني خلينا نقول
أحسن الظن فيه أهل العلم، لذلك البخاري ما أخرج له إلا هذا الحديث وهو أثر وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، إذا من نفس العشيرة التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أيضا. ماذا يقول؟ قبل ما يقول ماذا يقول، أبو بكر ابن أبي مليكة يثني على ربيعة هذا الذي سيحدثنا ماذا رأى من عمر. ربيعة بن عبد الله التيمي سيحدثنا ماذا رأى من عمر. قال أبو بكر اللي هو التيمي ابن أبي مليكة: وكان ربيعة من خيار الناس. أيضا ربيعة ليس له إلا هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، ويقال أنه ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو بين أنه تابعي وبين أنه صحابي صغير. فيحدث عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني ابن جريج بيقول: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة بما حدثهم عثمان بن عبد الرحمن رواية عما حضر ربيعة، وربيعة هو اللي حدث في هذا الموضوع، عما حضر ربيعة لما حضر مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال اللي هو ربيعة، قال: قرأ أي عمر رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. هذا ساقه الإمام البخاري للاحتجاج أنه من لم يرى وجوبه السجود. من لاحظ أن كل الأدلة اللي أوردها الإمام البخاري في هذا الباب هي آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ثم أعقب البخاري ذلك بقوله: وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. كما قلنا بيبقى أدلة الحنفية في أنه واجب عموم النصوص التي مضت، ومحافظة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وفق ما مر برواية ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. ويبدو أننا سنقف عند الباب الحادي عشر، قلنا لعلنا نستطيع أن ننهي باب سجود التلاوة، لكن بقي بابان، الباب الحادي عشر والثاني عشر، نكمل إن شاء الله تعالى. وقبل الختام، إن كان هنالك من سؤال أو مداخلة تفضل، بارك الله بك. نعم، يسأل أخونا: إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة وسهى فلم يسجد، لا شيء عليه والمأمومون يتابعون الإمام. لكن عند الحنفية باعتبار أن السجود واجب، فهو بين خيارين: خيار إذا تذكر بعدين أنه ينويها في ركوعه تجزئ، أو يسجد بعد الصلاة، لكن من حيث الصلاة لا يتغير هيئتها ولا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. تفضلوا برد. اللي هو حديث زيد بن ثابت أنه قرأ سورة والنجم وفيها السجود في آخرها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد. نعم، لم يسجد. أنه قرأ النبي في مرة على الأقل ولم يسجد، هذا المقصود فيها. وعند الجمهور ما دام قرأ مرة ولم يسجد، إذن لو كانت واجبة لا يمكن أن يتخلف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل ما قلنا الحنفية عندهم بعض الأدلة الأخرى في هذا الأمر، خاصة أن الحنفية يفرقون بين السنة والواجب والفرض، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت طلبه بدليل ظني راجح، والسنة ما دل على أنه
ليس بواجب، لكن من فعله أجر، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرات وتركه أحيانا وهكذا. نعم عفوا. سجود التلاوة بشكل عام، لا قراءة القرآن لا يشترط فيها استقبال القبلة. نعم لا يشترط فيها استقبال القبلة. قراءة القرآن لا يشترط فيها الوضوء إذا لم يكن يمس المصحف، واحد يقرأ من حفظه ما يشترط فيها الوضوء. الذي يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر، بيبقى موضوع مس المصحف لغير المتوضئ أمر خلافي، وإن كان المذاهب الأربعة على أن يكون متوضئا، وطبعا أن يكون متوجها إلى القبلة جالسا هيئة فيها من التعظيم ما فيها كجلسة التشهد، هذا شيء طيب، لكن لا يكلف الناس بذلك، حرصا أيضا على أن يقرأ بما يكون فيه مرتاحا أيضا. تفضل. نعم صحيح. نعم يعني يذكرنا أخونا أنه بمناسبة حديث عمر أنه قرأ سورة النحل فنزل عن المنبر فسجد، قال حتى إذا كانت جاءت السجدة نزل فسجد. في حالتين العلماء ذكروها بالنسبة للخطيب الجمعة إذا مر بسجدة، حال أن يسجد وهو على المنبر إذا كان المكان متسع بحيث يتوجه إلى القبلة ويسجد، وعندئذ يسجد المصلون. الحالة الثانية أن ينزل، والحالة الثالثة أنه يمر بها ولا يسجد، وهذا حقيقة كأنه رجحه بعض أهل العلم في هذا الصدد المالكي أنه لا يسجد، ونحن اليوم عملنا على مذهب الإمام مالك في هذا. يعني قد يحصل أنه نمر بسجد التلاوة في أثناء القراءة في صلاة الجمعة، أقصد الخطبة يعني، فلا نسجد لأنه الناس غير كثير منهم غير متفقه في هذا الأمر، وتخشى أن يحدث بلبلة بينهم، فيمر بها لا حرج إن شاء الله تعالى في مذهب المالكية. لا، ما ورد أنه يسبح الله لم يثبت فيها شيء، وإن كان قال به بعض الفقهاء لكن لم يثبت فيها شيء. نعم. لا نحن ذكرنا من البداية هي أذكارها أذكار السجود كله، لكن ورد دعاء في حديث ضعيف، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، اللهم اجعلها لي ذخرا وارفع لي بها أجرا وحط عني بها وزرا، ورد لكن ضعيف، يعني يدعو بما تيسر له. يعني أخونا يسأل عن قضية أصولية عند التعارض بين الأدلة، ومن هذا التعارض جدلا إن وجد أنها مسألة قال بها كبار الصحابة بقول، وصغار الصحابة أي بالسن يعني تأخروا عنهم، يعني عندك عمر من كبارهم فيأتي ابنه عمر من أوساطهم، فنأخذ بقول الأكابر أم الأوساط. الصحيح لا أظن أن هذا له قاعدة مضطردة عند العلماء، ويبقى الترجيح فيها لما يظهر للفقيه من أدلة والله أعلم. ما أعلم أن فيها قاعدة مضطردة، لكن قد يقول بعض الفقهاء أنه والله أنا أرجح ما كان من كان معهم عمر أو من كانوا مع عمر رضي الله عنه في هذا الأمر، لكن يبقى أنه أحيانا قد تتعارض بعض الأدلة والترجيحات عند الفقيه فلا يكون فيها قاعدة مضطردة حسب علمي في هذا الأمر. لا ما قلنا غير موثوق، قلنا ليس من الثقات
يعني من درجة ثقة، لكن من درجة أدنى من الثقة، وهو صدوق. صدوق. وبالتالي أن البخاري قد ينتقي من أحاديث رواة تكلم فيهم لسبب. لما مر معنا حديث آدم بن بشر، بشر بن آدم، لم ينفرد بهذا الحديث، وبالتالي جاي من طرق. لكن حديث أبو بكر بن أبي مليكة انفرد به، وبعض العلماء قال مقبول أي مستور، وبعضهم قال ثقة، وبعضهم سكت عنه ولم يذكره بجرح ولا تعديل. لكن المسألة التي يتكلم عنها مسألة ورد فيها عن الصحابة أقوال، فليس فيها غرابة. يعني لا لا، لم يبلغ مرتبة الثقة اللي هو تمام الضبط مع العدالة. ويبدو أن الوقت قد انتهى أيضا. رفعت حد سؤال، بدك سؤال متأجله بعدين؟ خلص ما شاء، خلص مرة ثانية إن شاء الله منعدل المسيرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.